خير متابعينا في السعودية. نهار اليوم الخميس تبقى الأجواء حارة في عموم المناطق وخصوصا في المناطق الشرقية، وفي الأيام القادمة إن شاء الله رح تكون درجات الحرارة ملامسة للأربعين درجة مئوية فأكثر. نتعرف درجات الحرارة المتوقعة لهذا اليوم في العاصمة الرياض، بتسجل 41 مئوية وأجواء صافية، ونسبة الرطوبة 35%، سرعة الرياح 13 كيلومتر في الساعة. نبدأ جولتنا بالتعرف على درجات الحرارة في المناطق مختلفة من المملكة. نبدأها مع شمالا وسكاكا 41 نهارا 26 ليلا، كذلك الحال عرعر. تبوك بين 40 نهارا و24 درجة مئوية وأجواء حارة في هذه المناطق. انتقالا إلى المناطق الغربية مع المدينة المنورة، تتأثر بحال عدم استقرار الجو، تحصل على إثرها زخات من الأمطار الرعدية، بتسجل بين 42 نهارا و30 ليلا. مكة المكرمة 41 نهارا مع غبار و30 ليلا. الطائف 33 نهارا 23 ليلا واحتمال هطول زخات من الأمطار الرعدية. وجدة بين 34 نهارا وغيوم متفرقة، بتنخفض ليلا إلى 31 درجة مئوية إن شاء الله. انتقالا إلى مناطق الجنوبية الغربية مع أبها 31 نهارا 19 ليلا. الباحة بين 30 نهارا 19 ليلا واحتمالية لهطول زخات من الأمطار في كل من أبها والباحة. جازان بتسجل بين 37 نهارا و29 درجة مئوية وأجواء غائمة جزئية. انتقالا إلى مناطق الشرقية والدمام بتسجل 40 نهارا 32 ليلا. الإحساء 44 نهارا 29 ليلا. وحفر الباطن 42 نهارا 31 ليلا. وفي هذه المناطق تكون الأجواء حارة جدا. أخيرا مع المناطق الوسطى والعاصمة الرياض، بتسجل نهارا 41 ليلا 32. بريدة 41 نهارا 31 ليلا واحتمالية هطول زخات من الأمطار. وحائل 39 نهارا و28 درجة مئوية إن شاء الله، وأيضا احتمالية هطول زخات من الأمطار. متابعينا ما تنسوا تتابعوا باقي تفاصيل نشرات طقس العرب أولا بأول. إلى اللقاء.